السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الحلوى. دوزاتها كتجي لذيذة بزاف، الشكل ديالها كيجي زوين، بسيطة في التحضير ديالها، مذاق ولا أروع، مذاق اللي متميز على الحلويات اللي كنديرو دائما. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. على بركة الله نبداو دائما مع المقادير. غادي نحتاجو هنا 250 غرام ديال الزبدة، غادي نحتاجو شوية ديال الملحة، كاس ديال السكر خشن او سكر سنيدة، عندي كاس ديال الدقيق ما غاديش نستعملوه هكا، غادي تشوفوا معايا من البيت كيفاش غادي نستعملوه. غادي نحتاج واحد الفلون بالنكهة ديال الكراميل، الوزن ديال هاد العلبة 2.5 يعني 2.5 غرامات، بدون سكر. ملعقة كبيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، اي نوع متوفر عندكم، انا عندي هادي اللي كتجي رقيقة. عندي واحد طاشة ديال الخمارة ديال الحلوى، واحد السكر منسم بالفانيلا، نص كاس ديال الزيت، وثلاثة ديال الصفار ديال البيض، والدقيق باش غادي نجمع تقريبا 400 غرام. غادي ندوزو مباشرة للطريقة، واول حاجة غادي نديروها غادي ناخدو داك الكاس ديال الدقيق اللي قلت لكم ما غاديش نستعملوه هكاك، فكناخد هنا واحد المقلاة وكنوضع داك الدقيق فيها على واحد النار متوسطة، كنبقى كنحرك ما كنغفلش عليه حتى غادي تحمر ليا هاد الدقيق. هاد الدقيق فاش كنستعملو محمر في الحلوى كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، واحد اللون رائع ايضا، مع كذلك الكراميل والقهوه، يعني يمكن لكم تصوروا شحال كيجي واحد يعني الطعم لذيذ. هذا هو الشكل ديال الدقيق ديالنا ملي كيتحمر، غير كيرجع بهذا اللون هذا مذهب، حيدوه من المقلاه باش يحبس التحمار وما يتحرق لكمش من الاسفل، وغربلوه عاد غادي نستعملوه في العجين ديال الحلوى ديالنا. الان غادي ندوزو باش غادي نحضروا العجين. فاول حاجه غادي ناخذ القهوه وندير معاها داك الفلون من النكهه ديال الكراميل، وغادي نزيد عليهم تقريبا واحد الملعقه ولا جوج معالق كبار ديال الماء، ما تكتروش الماء غير باش غادي نذوبوا هاد المكونين مع بعضياتهم وكينسجموا لنا مزيان في العجين ديال الحلوى. كنخلطوه مزيان، كنخليهم على جنب وندوزو باش غادي نخدمو الزبده مع السكر. فنستعملو دائما الزبده تكون في حراره ديال المطبخ. غادي نزيد عليها السكر، نزيد عليها الفاني والملحه، وغادي نخدم الكل جيدا حتى غادي ينسجمو مع بعضياتهم. ملي كنحصل الخليط ديالي بهذا الشكل كنزيد الصفار ديال البيض، غادي نزيد ايضا ديك القهوه مع الفلون اللي ذوبناهم من قبل، وكنرجعوا نخدموا الكل جيدا، نحاولوا اننا نخلطوا مزيان حتى كيبدا داك السكر كيدوب. صافي، هنا في هذه المرحله كنبدا مباشره في الاضافه ديال الدقيق او المكونات الجافة اللي عندي. فاستعملت او ضفت داك الدقيق المحمر اللي غربلناه، كنغربلوه ضروري باش نتخلصوا من دوك الحبيبات اللي كيبقاو هكاك يعني ما كيتحمروش. كنزيدوا ايضا الخمارة ديال الحلوى، الوزن ديالها 8 غرام، ونبداو نجمعوا الدقيق بالدقيق شويه بشويه. بالنسبه ليا انا العجينه هزات ليا بالضبط 400 غرام، يبقى على حسب النوعيه اللي غادي تستعملوا، ايضا النوعيه ديال الزبده اللي غادي ديروا. فاذا استعملتوا مثلا زبده ديال المارغرين يقدر يعني الحلوى تهز لكم كميه اقل ديال الدقيق. فانا غير حاولوا انكم يعني تشوفوا القوام ديال العجين ديالكم ملي كيولي بحال هكا متماسك، في نفس الوقت ما كيكونش قاسح. صافي كتحبسوا الاضافه ديال الدقيق، كنجمعوا العجينه ديالنا وكنبداو مباشره باش غادي نشكلوها الشكل اللي بغينا. غادي نبدا الان في التشكيل ديال الحلوى ديالي. فبالنسبه ليا غادي ناخذ هنا واحد البلاستيك غذائي اللي كنقسمو على جوج، غادي ناخذ نص ديال العجين، وغادي نحاول انني نطلق بالدلاك واحد السمك اللي ما يكونش بحال الصابلي، يعني حنا غادي نصيبو هنا واحد الحلوى ديال دوزاتاي ماشي صابلي، فواحد السمك اللي كيكون شويه غليظ كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنبقى كنقلب فيها مره مره حتى كنوصل للسمك المناسب.
هنا ملي كنوصل لهاد السمك هذا غادي نحاول انني نرش واحد الشيه ديال الدقيق، غادي نرجع نقلبها للجهه الاخرى ومره اخرى نعاود نرش، انا غير كنسرح الوجه ديال الحلوه. وكنستعمل هاد الدلاك هذا اللي كيكون مشرد، صراحه متوفر عند جميع بائعي لوازم الحلويات. اذا توفر عندكم، ما توفرش يمكن لكم ديروا او تقطعوا الحلوه ديالكم بشكل عادي. انا غادي نستعمل هاد القطعه ديال المستطيل وديروا الشكل اللي بغيتوا. هنا هاد المستطيل هذا كيبقى اسهل، ما كيبقاش ليا بزاف ديال العجينه من بعد فاش كان يعني فاش كنقطع العجينه وكنبقى كنجمع في الزوائد، ما كيخليش بزاف. وكيف ما كنقول دائما، انا كنعطيكم غير الفكره، يعني شكلوا الحلوه ديالكم، زينوها بالطريقه اللي نتوما باغيينها وبداكشي اللي موجود عندكم. فماشي ضروري انكم توفروا على هاد الدلاك وكذلك هاد المرشم هذا باش غادي يعني تحضروا الحلوه. هنا كنستمر بنفس الطريقه، كنجمع دوك الزوائد ديال العجين بشكل عادي وكنكمل. كنوضعوا الحبات ديال الحلوه ديالنا في اللاطه ديال الفران. انا ما دهنتش اللاطه وما درتلهاش الورق هذه المره وندمت، لانه ملصقوا ليا بزاف ديال الحبات، فما كنصحكمش استعملوا الورق ديال الطهي ولا ديروا دهنوها مزيان بالزيت وعاد وضعوا الحلوه ديالكم وصافي ودخلوها الطيب. الفران يكون مسخن من قبل كيف ما ديما كل سيده كتعرف الفران ديالها، حتى غادي يطيب لنا مزيان الحلوه وتحمر بهذا الشكل هذا. وصافي كنخليوها كتبرد ومن بعد كندوزو للمرحلة ديال التزيين. غادي نحتاج لها انا شويه ديال الشوكولاط الابيض اللي ذوبته، ومن بعد كنزيد عليه واحد شويه ديال الناباج. الا ما توفرش الناباج تقدروا ديروا العسل. غادي نزيد واحد شويه ديال القهوه سريع الذوبان ايضا، وهذا هو الكلاصاج اللي غادي نلصقوا به الحلوه ديالنا، كلاصاج بالنكهه ديال القهوه. كنبقاو كنحركوا مزيان، غادي تبان لنا الشوكولاط بحال اللي خسر، ولكن غير حركوا واستعملوا خلاط يدوي، حركوا مزيان وغادي يرجع لكم الكلاصاج بهذا الشكل هذا ناعم القوام ديالو. تقدروا دائما تلصقوا الحلوه ديالكم بشوكولاتة عادي بلا ما تضيفوا ليه حتى شي حاجه، غير هاد الكلاصاج كيعطي واحد المذاق زوين بزاف للحلوه. هنا صافي كنبدا كنلصق كل جوج حبات مع بعضياتهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا، كنوضع الحلوه ديالي على جنب حتى غادي نسالي الكميه كلها. من بعد ما ساليت غادي ناخذ كذلك مره اخرى الشوكولاط الابيض اللي كندوبو في حمام مائي ولا كندوبو في الميكرووند، وكنبداو كنزينوا الحلوه ديالنا. السؤال اللي كيتكرر بزاف بزاف في القناه، شنو النوع ديال الشوكولاط الابيض اللي كتستعملي؟ انا كناخذ غالا، ما كتحتاجوش نهائيا انكم تزيدوا الزيت، غير ذوبوه بوحدو هذا الشوكولاط هذا واستعملوه. كيف ما كتشوفوا كيكون سائل، يعني ما كيحتاجش اننا نزيدوا الزيت النباتيه باش غادي يتطلق معنا. فكنبقى بحال هكا كنغطس الجوانب او الاطراف ديال الحلوه حاول انني نتخلص من الزايد ديال الشوكولاط. نوضعوا الحلوه ديالنا على جنب، اما فوق من الورق ولا فوق من بلاستيك غذائي. ملي كنحسوا ان الحلوه ديالنا بدات كتنشف كنحاولوا اننا نهزوها نقلوها لبلاصه اخرى في نفس يعني الورق ولا البلاستيك، باش هكا دوك الزوائد ديال الشوكولاط اللي كيكونوا في الاسفل ما كيبقاوش لاصقين في الحلوه وكتجي لي المنظر ديالها زوين ومفيني. صافي انا غادي نستمر على هذه الطريقه هذه وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيفاش كيجي. اذا ما كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، هذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا. من بعد ما كملت لها التزيين كيجي المنظر ديالها زوين بزاف ومذاق رائع فعلا، كتستحق التجربه ديالكم، جربوها اكيد غادي تعجبكم. هشيشه مقرمشه في نفس الوقت وبنينه بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ورايكم وايضا اقتراحات كم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.